السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الحادي عشر، مرحبا بكم من جديد في قناتكم قناة الدروس المصورة، ودرس بعنوان محصلة القوى والاتزان. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتطرق إلى عدة أهداف. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه، سوف يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يعرف محصلة القوى تعريفا صحيحا، يذكر شروط الاتزان الانتقالي، يطبق هذه الشروط في حل مسائل حسابية كما سنعلم بإذن الله. بداية أحبابنا الطلاب، إذا كان لدينا طاولة وأنت وزميلك تؤثران في هذه الطاولة كل منكما بقوة ولتكن 100 نيوتن كما نرى في الشكل، ماذا سيحدث لهذه الطاولة؟ هل ستتحرك أم لا؟ أحسنتم، سوف تتحرك جهة اليمين، يبقى تتحرك وفي اتجاه معين بسبب تأثير هذه القوة. إذا دفع كل منكما في الاتجاه في اتجاه عكس الآخر 100 و100 ولكن في اتجاهين متعاكسين، ماذا سيحدث يا ترى؟ أحسنتم، لن تتحرك الطاولة. أحبابنا، ما السبب في اختلاف الحالتين؟ في أن القوة لها اتجاه، كمية متجهة، ولا بد من معرفة الاتجاه عند التعامل مع القوى المختلفة. وللتعرف على طريقة الحسابات لابد من رسم مخطط الجسم الحر كما ذكرنا. إذا دفع كلاكما الطاولة في الاتجاه نفسه، إذا هذا هو الجسم اللي هو الطاولة، وعندنا القوتين في اتجاه اليمين F1 وF2 وهو الاتجاه الموجب. إذا المحصلة هجمع يا أستاذ 100 زائد 100 يساوي 200 نيوتن، بارك الله فيكم. لكن إذا دفع كلاكما كل واحد منكما في اتجاه عكس الآخر، هذا الجسم القوة الأولى في اتجاه اليمين والقوة الثانية في اتجاه اليسار، اليمين الاتجاه الموجب واليسار هو الاتجاه السالب، في هذه الحالة F1 minus F2، F1 الموجبة 100 والF2 السالبة 100، فتكون نتيجة 0. إذن فيظل هذا الجسم ساكن لأن محصلة القوى المؤثرة فيه تساوي 0. إذن محصلة القوى أحبابنا هي مجموع القوى المؤثرة في الجسم، ومحصلة القوى هي المسؤولة عن تحديد ما الذي سيحصل للجسم، هل سيتحرك أم لا، وليست القوى الفردية هي التي تحكم على حركة الجسم أو سكون. أيضا أحبابنا، يمكن للقوى المتعددة أن تلغي بعضها البعض كما رأينا في هذا في هذه الطاولة التي يدفعها الزميلان. كذلك في هذه الصورة مجموعة من اللاعبين كل منهما يؤثر بقوة 300 نيوتن ولكن في اتجاهين متعاكسين، فتلغي بعضها بعضا، وفي هذه الحالة يبقى الجسم ثابتا لأن محصلة القوى المؤثرة فيه تساوي صفر. أحبابنا، القوة متجهة، كمية متجهة، لابد من التعبير عن مخططات الجسم الحر حتى نستطيع حل الأسئلة الخاصة بحسابه. طب كيف لنا أن نحسب هذه المحصلة وأن نلاحظ الاتجاهات؟ لابد أن نضع في اعتبارنا هذه الإحداثيات، في اتجاه الواي الموجب بتكون القوة موجبة، في اتجاه الواي السالب تكون القوة سالبة، في اتجاه إكس الموجب تكون القوة موجبة، في اتجاه إكس السالب تكون القوة سالبة. تعالوا لنتعرف على كيفية حل هذه المسائل. بداية لدينا عدة حالات، إذا كان القوتان في نفس الاتجاه فإن المحصلة هي مجموع القوتين. أحسنتم، إذا كان لدينا قوتين في اتجاهين متعاكسين فإن المحصلة هي حاصل طرح القوتين. إذا كان لدينا قوتين جهة اليسار الاثنين في الاتجاه السالب فإن المحصلة هي مجموعهما ولكن بالسالب 100 سالب 100 سالب 100 يساوي سالب 200. والآن عزيزي الطالب، يمكننا أن نلخص الحالات المختلفة لمحصلة القوى كما سيلي. قد تكون المحصلة تساوي صفرا أو لا تساوي صفرا. تساوي صفرا لا يخلو من أمرين، قد يكون الجسم ساكن أو متحرك ولكن متحرك بسرعة ثابتة أو سرعة منتظمة. لا تساوي صفر، في هذه الحالة نقول أن الجسم متحرك بعجلة أو بتسارع. الاتزان، ما هي شروط الاتزان؟
هذا الجسم متزن تحت تأثير قوتين، كل منهما مقدارها 100 وفي اتجاه معاكس للآخر، يبقى في قوتين متساويتين ومتعاكستين. شروط الاتزان: أن تكون المحصلة في اتجاه الإكس تساوي صفر كما في هذا الشكل، أيضا أن تكون محصلة القوة في اتجاه المحور واي صفرا، أيضا أن تكون محصلة القوة في اتجاه المحور زد صفرا، وتكون معادلة الاتزان F1 plus F2 متجه plus F3 متجه equal 0 كما سنعرف في حل المسائل. لحل مسائل الاتزان لابد من رسم مخطط الجسم الحر. نرسم مخطط الجسم الحر الأول ونميز القوى الأفقية، دي قوى أفقية محصلاتها تساوي صفر، وقوى رأسية في اتجاه الواي ومحصلاتها تساوي صفر، ونطبق عليها شروط الاتزان المختلفة. مثلا إذا كان لدينا حقيبة متزنة وساكنة، هذه النقطة تعبر عن الجسم اللي هو الحقيبة، قوة الوزن لأسفل وقوة رد الفعل أو القوة العمودية لأعلى، وكده احنا رسمنا مخطط الجسم الحر لهذه الحقيبة، وبنقول إن محصلة القوة في اتجاه Y تساوي صفر، اللي هي Fn في اتجاه Y الموجبة، Fn في اتجاه Y الموجبة والFW في اتجاه Y السالبة، فبنقول Fn minus FW تساوي صفر. إذا كان لدينا سيارة متزنة، بنرسم نقطة تعبر عن السيارة، مركز الثقل لها، الوزن لأسفل ولأعلى القوة العمودية، وفيه قوة محركة جهة اليمين في اتجاه الحركة بتاع السيارة، وفيه قوة الاحتكاك جهة اليسار، وبنطبق عليها معادلتين للاتزان Fx تساوي صفر، ومحصلة القوة في اتجاه الواي Fry تساوي صفر، بحيث Fn اللي هي في الواي الموجب بالموجب والFW بالسالب، الF القوة المحركة في اتجاه اليمين X الموجب موجبة، والFF قوة الاحتكاك في اتجاه اليسار سالبة. أسئلة وتدريبات: سؤال رقم 3 بالكتاب المدرسي صفحة 17، قام طالب بوضع صندوق كتلته 15 كيلو جرام على أرض مستوية، هذا هو الصندوق، ما محصلة القوى المؤثرة في الصندوق؟ بداية أنا عندي الكتلة معطى 15، ولكن لم يعطي وزنا لهذه الكتلة، فعند بداية الحل نرسم مخطط القوى FW لأسفل FN لأعلى، بعدين نحسب الوزن، الوزن كما عرفنا سابقا يساوي MG حاصل ضرب الكتلة في تسارع الجاذبية 147 نيوتن. بعدين نرجع للصندوق، هل الصندوق متحرك؟ لا يا أستاذ، الصندوق ساكن، لذا فإن محصلة القوى المؤثرة في الصندوق تساوي صفرا، أحسنت. طيب ما مقدار القوى العمودية؟ القوى العمودية لأعلى تقابلها فقط قوة الوزن، ومن قانون الاتزان إن محصلة القوة في اتجاه الواي تساوي صفر، يبقى الFN في الاتجاه الموجب ناقص الFW في الاتجاه السالب تساوي صفرا، معناها يا أستاذ إن الFN تساوي الFW يعني 147 نيوتن. ننتقل إلى جزء آخر في نفس السؤال، ما محصلة القوى المؤثرة في الصندوق عندما نؤثر عليه بقوة لأسفل مقدارها 30 نيوتن؟ هيتغير شكل مخطط الجسم الحر طبعا، نرسم نقطة قوة الوزن لأسفل، وفيه قوة تانية لأسفل اللي هي قوة الضغط مقدارها 30 نيوتن، وقوة رد الفعل أو القوة العمودية لأعلى. أيضا قبل الحل لابد من معرفة الوزن، الوزن كما سبق هي نفسها 15 كيلو جرام الكتلة وتضرب في عجلة الجاذبية الأرضية يعني 147 نيوتن. الصندوق ما زال ساكنا يا أستاذ، معناها محصلة القوة تساوي صفرا، ما مقدار القوة العمودية في هذه الحالة؟ هل ستتغير القوة العمودية؟ نعم يا أستاذ، لأن أصبح عندي أكثر من قوة. نطبق معادلة الاتزان، Fn هي الوحيدة في الاتجاه الموجب، سالب Fw لأسفل سالب Fb لأنها لأسفل، المحصلة بتاعتهم تساوي صفر، نعوض صفر المحصلة، Fn مجهولة، Fw 147، Fb قوة الضغط 30،
تأخذ مجموع 147 والثلاثين، الجهة الأخرى بعكس الإشارة تطلع قيمة الـ Fn equal 177 نيوتن. ننتقل إلى مجهول آخر في نفس السؤال، عندما نؤثر إلى أعلى بقوة مقدارها 80 نيوتن إلى أعلى كما بالشكل، مطلوب ما محصلة القوة وما مقدار القوة العمودية؟ أولا نرسم مخطط الجسم الحر عشان أكيد هيتغير لأن القوة هنا أصبحت لأعلى، نعبر عنه بنقطة الجسم FW لأسفل، لأعلى الـ FN و80 نيوتن أيضا اللي هي قوة الشد لأعلى. البداية طبعا الوزن زي ما عرفنا ما تغيرش، 15 نفس الكتلة مضروبة في 9.8 يعني 147 نيوتن. الصندوق ما زال ساكنا ما تحركش لأن 80 نيوتن مش هتقدر تشيل الوزن اللي هو 147 يا أستاذ، يبقى لا يزال الصندوق ساكن، معناها محصلة القوة تساوي صفر. ما مقدار القوى العمودية؟ أكتب معادلة الاتزان، هيبقى عندي كم قوة في الاتجاه الموجب وكم قوة في الاتجاه السالب. أحسنتم، الـ FT والـ FN موجب والـ FW سالب. نكتب معادلة الاتزان، محصلة القوى تساوي صفر، FN بلس FT اللي هما في الموجب ماينس FW، وأكتب المعادلة صفر تساوي، عندي قيمة الـ FT عوضنا بيها، قيمة الـ FW عوضنا بيها، أنقص الاثنين دول من بعض والناتج أنقله في الجهة الثانية بعكس الإشارة، تطلع معايا الـ Fn تساوي 67 نيوتن. أحسنت، إلى هنا انتهينا من درس اليوم، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.